اليوم 18 من ديسمبر في ذاكرة الأيام من تاريخ قطر الحافل بالعطاء، عبق خاص ولون متميز ومشرف بإشراقة الوطن وإخلاص وتفاني الرجال الذين صاغوا البدايات الأولى في مسيرة بناء الوطن وسهروا على ترسيخها وساهموا في إعلاء شأنها على مر السنين، وما زالوا على عهد الوفاء لهذا التاريخ قائمين. ففي مثل هذا اليوم الذي يعد المفصل الأساس، حين تولى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة، ورسم ملامح الصورة للحلم الوطني لقطر الدولة المستقلة. ومن أجل بلوغ هذه الأحداث والمعاني السامية وترجمتها إلى واقع عملي، كان كفاح الأجداد والآباء الذين حملوا راية الوطن وسلموها عالية خفاقة لجيل واع مخلص لوطنه وأمته إلى أن بلغت مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، فحملها ونهض بها وكان أهلا لها. وفي مثل هذا اليوم الأغر يسترجع الشعب البدايات ويتطلع إلى المستقبل بروح الأمل والتفاؤل، يحتفل بوطن يزهو بامتلاكه ناصية قراره المستقل وسيادته التامة على ترابه الوطني، وبما تبوأته دولة قطر من مكانة مرموقة بين الدول في عالم اليوم. وبهذه المناسبة العزيزة، دولة الكويت تشارك شقيقتها دولة قطر باحتفالاتها باليوم الوطني، فإنها لا تستذكر الموقف البطولي والمشرف للشقيقة قطر بوقوفها بجانب الحق الكويتي أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 حتى تحرير دولة الكويت وعودتها حرة أبية.